بينا رستم. دونك باش نحكيو كيما كل ويكاند سنسناكم وانو نحاولوا باش نفهموكم وتتعلموا معانا انواع اللي متلا وتفرقوا ما بين انواع الموس والرسور وكل شيء. مرحبا بك يا رستم. يعيشك عبيف. عايشك الحمد لله. لاباس الحمد لله. دونك اليوم جيتنا بجارية اوكتودو كيما لانسيناها البارح. الجارية هذيا اوكتودو راكم تنجموا تربحوها. دونك تدخلوا تو سويت على الباج فيسبوك كونفورتكس باش تلقاو بوبليكاسيون تاع رستم، تعملوا جيم وبارتاج وتقيوا ثلاثة من أصحابكم. كي نقولوا اوكتودو ظهر لي سهلة واضحة، معنا حاجة واضحة. مرتاحة، حاجة الإنسان يبدا مرتاح. أون ميم طون زادا في الجام نتاع لي ريسورون ساشي تاو الخاين الكل ولا يعرف واش معناها لي ريسورون ساشي، اللي العباد الكل اللي تاو لانديبوندونس تو كوشاج لورتودو لي زوبسيون اللي موجودين عندنا في كونفورتكس اللي فاسيتي فاسيفير كيما الناس الكل ولا تعرف واش معناها. فما الكوتون، فما الواد، لا دونسيتي دو موس، حاجه حلوه معناها باهيه، فهمتني؟ هذه لورتودو حتى في السوم نتاعها مرفقه مرفقه باش العباد الكل تتمتع بالانديبوندونس دو كوشاج. نشجعوا في الانديبوندونس دو كوشاج اللي هي حاجه مهمه برشا. راهو الانديبوندونس دو كوشاج كي تبدا راقد انت في جريه اللي على مسا ولا حد قعد ولا حد دار منا ومنا باش يحايرك منه ماش نحكي بوزوي دو سومي. عملت فيها ديزيسي بالكاس الماء بجنبي ويتحرك اللي بجنبي كاس الماء ما يتكبش. ايوه انا الور لا لي ريسور اون ساشي الافيكاسيتي نتاعها للانسان لريحته لظهره كل شيء يبدا موجود. تري بيان تري بيان. دونك هذايا كما قلت لكم تنجموا تربحوها معنا على باج كونفورتكس. تدخلوا على الفيسبوك باش تلقاو التصويره هذه نتاع المتلا، تعملوا جيم بارتاج وتاجيو ثلاثه من اصحابكم. يعطيك الصحه رستم. يعيشك يعيشك. خليك ان ديرني مو نذكروا انه فما لي ميزور الكل، فما الانواع الكل، سونو لي بيدجي الكل. فوالا نذكروا زاد الساده المشاهدين لي ميزور الكل اللي حتى نون ستوندار راهو فوالا نجموا نقدروا نعملوا سيغ ميزور ايفيكتيفمون. وعندنا الباج نتاعنا واللي تعاون الباج كونفورت تكس تعاون الكليون سويفون البوا سويفون الكاباسيتي نتاعو شنو هو البزوان نتاعو. راهي الباج نتاعنا تعاون بالكدا بالكدا كيما ينجم يدخل على السيت نتاع كونفورتكس، والا زاد اللي يحب الموس يستفسر على الموس يدخل على السيت نتاع سوتيم يلقى لي ديتاي كلهم. ميرسي بوكو رستم، يعطيك الصحة. انا باش نهز ضيفتي، انت ولد الدار بطبيعتك تحب تفضل بحذينا تفضل. فوالا يلا نمشيو بحذا الشيف فتحية. اي نمشيو بحذا الشيف فتحية. دونك نمشيو ناكلوا عندها اليوم. اي تفضلوا. فوالا دونك مرحبا بكم في كوجينتنا ريم ورستم. عايشك. قاولك رامرو. قعدتك ديما حلوة وما زدت حليتها بوجود الشيف فتحية. الشيف فتحية هي اللي محليتها تبارك الله. يعيشك حتى بحضوركم هي أحلى فريمون، على خاطر لولاكم ما نعملوا لي سبونسور نتاعنا العزيزين ما نعمل هالطباق هذوما، معناها سهلين وسريعين ويتاكلوا باردين ولا سخان، معناها حاجه بسيطه وسهله وماهيش متكلفه. انا اليوم عملت الشوربه هذيا نتاع ورده اللي نعملوها الخشينه ولا جويده راهو كيما نحبوا. نصمتوها في شويه، معناها نصمتوها كيما نصمتوا المقرونه بالضبط، ومن بعد نبردوها مليح. حطيت لها جبن ماجستي غرويير، حطيت لها شويه زيتون سفناري غابي، تنجموا في عود هذاك كل تسمتوا كعبات جلبانه والا طماطم سوغيس تخلطوها شويه زيت، تخلطوها زيت ديو نجمه هذاك فاحة، ما تفوحوا بحتى شيء، راهي وحدها تقعد مطعم كل حاجه زيده لي سافور يقعدوا كل حط الجبن ديجا هو فيح مع كعبات زيتون مع كان تحب كبار اللي تحب انت هذاك معناها السوفيال شويه معاها اجوان نتاع الدجاج فوحتهم. انا دو بريفيرونس نخليهم ماريني قبل بليله شويه ثوم شويه ديزيرب دو بروفونس، نخليهم يبيتوا في الفيح باش من غدوه يعطيو نكهه بنينه. وفي ساعه في القليه تغطيوهم يتيبوا وحدهم في ساعه في ساعه. عملت بحذاهم اليوم سلاد موتزاريلا. السلطه نتاعنا موتزاريلا تومات سوغيز وحطيت فيها موتزاريلا ماجستي. اسمع انا ورستم هذيك فطوريا حتى باللي كيف نتاع التصوير حتى ما يدور بينا. حطيت جست قصيت طماطم في اثنين، حطيت لها الزيت نتاع التن شويه موتزاريلا خلطتها
خذيت الحبق رحيته معاه شويه زيت نجمه ديو وحطيت له شويه ملح هكاهو حطيته فوقها كما تشوف ورقتين حبق حليت لها حكه بدر البلو هذه الصغيره حطيتها في الوسط باش كي تاكلها عندك ديجا ان روبا كومبلي وعملت معاهم الصمصه هذه اللي قبل كان نحكي لكم قلت لكم راهو الصمصه هذه ماكمش مجبورين باش تخدموا كل يوم بيوم اذا كان نجمتوا فوز افونسي معناها توا الدنيا صيف ويجيكم العشيات العباد وكل شيء اسمط البطاطا حطيت عليها معدنوس حطيت لها جبن كات فرماج ماجستي حطيت لها قشقوان وحطيت لها من بعد لخلطتها مليح حطيت التن الموجة الأحمر تعرف يبدأ في سوس سوس مرسوات فريمون آخر حاجة نحطها هي التن باش يقعد مورق ومزيان وقت تقص كعبة الصمصة تلقاها ورق ورق في وسطها رستم بتولت عليك ميسال شغالي اي سورتو الصمصة هذه صمصة دور الملصوقة نتاعها مزيانة تعرف انا كي نبدا حاجتي باش نسبق نطويها كيما هي وناخو نحطها في طبق في شكارة نحطها في الكونجيلاتور ومن بعد نفرخها في صندوق وقتي حاجتي نجبدها طول نحطها لو طون اللي سخن الزيت نحط نقليها والا في الكوشة كيما تحبوا انتم تقعد وتصبر وما يصير لها حتى شيء وكمل الديسير اليوم كوم سيزون تاع المشمش والسيزون قصيرة ياسر حبيت نعمل لكم ان غراتان تاع مشمش فيه جوست مشمش ني حطيت عليه بلون دوف خلطته بالقدا بالسكر وسكر فانيي هو عقد شويه وانا حطيت له لوز وحطيت له مغرفه فرينة وصبيته فوقه حطيته اغراتيني في الكوشه يقعد ما يقعدش ياسر هو 20 مينوت ماكسيموم في الكوشه 200-220 دوغري تخرجوه بالمغرفه يتاكل اون بتيو وبنين وما في يعطيك الصحه يا للا ميرسي بوكو ريم نشكرك برشا عايشك عافية نورتني في انتظار نشوفك في اعمال اخرى ان شاء الله ان شاء الله خليك تذوق هاي خليك معنا بدينا فوالا ميرسي رستم قابلوا الويكاند الجاي ان شاء الله شيف فتحيه ونخليكم تاكلوا على ريحكم تفضلوا نتمنى لكم بقيه مشاهده طيبه لكل برامجنا على قناه التاسعه ونتقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي باي باي الناس كل بذرة صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام كل شدة وعندها نهايتها غدوة ترجع حياتنا لعادتها أما اليوم خلينا نشد ديارنا ونحمي صغارنا ونتعاونوا نعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي يعزوا علينا وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها توينسا وسرنا المحبة التوينسا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة وتن البدر حضرناه سلة سلة محضر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر نجمة راك حرة